السلام عليكم. السؤال المطروح: هل الأرض كروية أم مسطحة الشكل؟ ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. أما التفسير في قوله تعالى: إلى الأرض كيف سطحت، في سورة الغاشية، أي معنى السطح ليس له علاقة بالأرض أو بكرويتها، إنما يوصف كيف شكلت اليابسة أو الأرض التي نسير عليها فوق سطح كوكب مغمور بالمياه بشكل كامل بالماء. وعلميا ليس هناك شكل هندسي اسمه مسطح، فهناك مستطيل، مربع أو متعدد الأضلاع، ولكن ليس هناك مسطح، أو بالإنجليزية surface، هو كل شيء أعلاه يصف حال مساحة معينة، ويعتبر في علم الرياضيات ما يسمى بالتكامل أو integration، وبذلك ببسط أو مد أو فرش أو إضافة شرائح على السطح. وبالقيام بعملية مد لابد أن تكون هناك نقطة بداية، وهذه النقطة صنفت في كتب التفسير على أنها جبل مسطح إذ كان أعلاه استواء، وهذه النقطة بالضبط تقع حيث توجد الكعبة الآن. وتلك المقالة بالضبط تم نقدها بشكل لا يوصف من اللادينيين الذين يقولون أن القرآن وصف الأرض بالخطأ على أنها مسطحة، والفئة الأخرى تؤمن أن الأرض مسطحة أي مستوية الشكل. ولكن من اقتناع بتفسيرنا للآية الكريمة هناك علامة سؤال: لماذا لم يصف الله تعالى ذكر بصريح العبارة شكل الأرض المثاني في القرآن؟ وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه كتاب متشابه المثاني، أي أنه يثنى بعضه على بعض. وقال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وتفسيره أيضا يشبه بعضه البعض لا اختلاف فيه، وتفسير ذلك هدى من الله هو أن القرآن بيان الله يهدي به من يشاء، المثاني في التكوير. في القرآن الكريم قال الله تعالى: إذا الشمس كورت، وتفسيره هو جمع الشيء بعض مع بعض، وذلك تكوير العمامة هو لفها على الرأس، وتكوير الكرة هو ما يحمل ويجمع على الظهر من طعام أو ثياب، وهي جمع الثياب مع بعضها البعض ولفها، إنما معناه جمع بعضها البعض ثم لفت ورمي بها. واستخدام الله تعالى مثل يكور، يولج، يخشي، يخشى، تجلى لوصفه مزج الليل بالنهار والنهار بالليل، وهذه الكلمات لا تصح مع الأشكال المضلعة أو مسطحة الشكل. وفي سورة الزمر وردت كلمة التكوير أيضا في خلق الله تعالى، ووصف التكوير يحدث فقط في الأشكال الكروية. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. مثل الليل على النهار والنهار على الليل، ويحدثان في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، ولكن في الجهة المقابلة من الكرة الأرضية كما هو مبين في الشاشة أمامكم. فقد روي عن ابن عباس في تفسير الآية قال: ما نقص في الليل دخل في النهار، وما نقص في النهار دخل إلى الليل، وهو قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأيضا يكور النهار على الليل والليل على النهار، ودوران الأرض هو عكس الأسهم. وقال الرازي في تفسير الآية أن اختلاف أحوال الليل والنهار في قوله تعالى يكور الليل على النهار والنهار على الليل، وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك ثارة وذاك هذا أخرى، وذلك يدل على أن كل واحد منهما غالب ومقهور، ولا بد من غالب قاهر لهما أيضا يكونون تحت تدبيره وقهره، وهو الله سبحانه وتعالى. والمراد في هذا التكوير أنه يزيد كل واحد منهما بقدر ما ينقص على الآخر،
ومع أن كلمة يكور دليل دامغ على كروية الأرض، فإن كلا التفسيرين أعلاه يؤكدان علميا كروية الأرض، لأن كمية الزيادة في كلا الطرفين تساوي كمية نقصان في الطرف الآخر، وهذا لا يحدث إلا في الأجسام الكروية المعرضة لمصدر ضوء واحد ألا وهو الشمس. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وهو العزيز الغفار. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعم المقطع بلايك إذا أعجبكم والاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات. السلام عليكم.